السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كل شيء يكون مزيان. المهم نتصل بواحد الاخ اللي هو غادي نهضروا على بي سي والتوتال كامل شحال كيتقام اللي كتهمهم كيهمهم الموضوع بي سي جيمر وبشحال الأثمنة بشحال كيوصل لي بي سي جيمر الثمن ديالو. غنصوني الأخ غنجيبو ديريكت. ايوب خويا ايوب، بخير؟ شتا عاود مزيان؟ كلشي هاني؟ لاباس عليك؟ انجوتي انجوتي يونس، اكتيفي اكتيفي، راه شايف لك لانفيتاسيون، فهمتي؟ اكتيفي اخويا اكتيفي. انفيتاسيون ريفيزي، راك كتقطع صاحبي. اكتيفي راني كنصيفط لك لانفيتاسيون، راك كتقطع صاحبي. يوم صيفط راني نولي عاوتاني نصيفطولك. ساي اوتوريز اجوتي على بيل دايز اخويا. ايوب صافا خويا، مزيان يونس؟ دابا مزيان؟ انا مزيان مزيان. كتسمع؟ دور دور التليفون باش تسمع مزيان، دور التليفون باش تبان الصورة. قادر كتبان الصورة شوية؟ وقفوا، حاول توقفوا، فهمتي؟ حسب الكيف مزيان. هاكاك دابا مزيان، فهمتي؟ الصورة كتبان مزيان، ديالي كتبان أنا كاملة. كتبان مزيان. كتبان الصورة كاملة ولا كيبان على النص ديال الوجه؟ لا النص، لا كامل كامل كامل. كتبان كاملة. هاني كلشي بخير؟ مزيانة؟ مزيان. What I have to you كاكا. وخويا غادي نهضروا شويه وناقشوا الموضوع، المواضيع ديال لي بي سي جيمر. على لي بي سي جيمر اخويا، الناس راه كتبغي تمونطي لي بي سي جيمر وما كيجيهم شي بريات غاليين، فهمتي؟ ضروري ضروري. غادي نقولوا الناس اخويا لي بري ديال لي بي سي جيمر بشحال كيتقاموا، فهمتي؟ عندك من الكارت جرافيك حتى السي بي يوات، لي رام، بواط داكورتاسيون، بحال البيت الجميع هذاك رخيصة، 1250 دولار. صاحبي رخيصة صاحبي، ما مخيرة بالله، 1250 دولار. صاحبي فيها كسول في المغرب تقول لك 20,000 درهم، 30,000 درهم بزاف. 20,000 درهم قسم على ثاني ما هي ضروري يا اخي يونس، مي ياكلو معاك، فهمتي؟ ما غاديش يعطيك بنادم داك الشيء بشحال جايب، هو خصو ياكل ضروري، فهمتي كيفاش؟ تقدر اخويا تقول لينا شنو شمن الريفيرونس تمايا اللي عندك؟ البي سي ديالي ولا ديال هذاك البي سي شفت قبيله؟ لا هذه اللي قلتي نتايا. دايرين كاينه ال RTX 2060 السيبر، اليمونطاسيون 750 واط و 200 جيجا بايت برو ويفي،
جيني غات فيه تسعد، والإنسان جيني غات تسعد، ودي جيني ار راسل. 4 رام جرافيك ار تي اكس 2060 سيبر، والرام دي ار 4 3550 ميجا هيز السرعة ديالها جي، 3500. وميتو ميتو ديك الفان اللي كتبرد البروسيسور الكورسير، وميتو كورسير الكيس، الكيس هو كورسير دي كورسير فهم لي مزيان. رام 16 جيجا. 16 جيجا، 16 جيجا، جوج باريطات، جوج دي جوج سلوت. ديال 8 8. ميت مليون اسمعوا الخوت اللي باغيين لي بي سي جيمر، توتال مونطون ديال بي سي جيمر في المغرب راه كي تحسب كل واحد بشحال كيبيعو. كاين اللي كيبيعوه تقريبا 1500 2000 3000 تقريبا، بحال هكا 3 مليون 2 مليون ونص تقريبا على حسب. ولكن هذيك فين خدمت يدو، فهمتي، خدمت يدو باش يركب كيزيد عليك، وعاد باش كيجيب السلعة من برا تحسب لك هذيك الضريبة والجمارك، كيجمع ضروري الطوطال ضروري ما خصو يربح كيزيد معاك، عليك. ضروري ما خصو يربح معاك، خصو ياخذ خدمة ايدو، خصو فهمتي راه تمارات هذاك الشيء اخويا فهمتي. تمارة بس تمارة. بالنسبة للناس اللي بغاو لي بي سي جيمر مرحبا، قدروا نمونطيو ليهم اي بي سي بغاو. كاين لي بي سي باقي جيمر وقت، وكاين لي كارت جرافيك، عندك الايريكس 470، الايريكس 570 580 فهمتي، ولي كارت مير، اي كارت مير احتاجو مرحبا. لا لي مونطاسيوات، اي لا لي مونطاسيو بغاوها مرحبا جيبوها خيون، راه كاين كل شيء. ولكن ولكن حنا كنمشيو على حسب مثل الانسان، شحال باغي، شحال عنده في الفلوس، فهمتي، كنمشيو على حسب الجيب ديالو، ماشي الجيب مشكل ديالو كتبغي خيون، هو ديالو. ماشي مشكل، اي واحد بغا خيون فهمتي يصوني، غنخليو له النمرة في الفيديو فهمتي ياك، ولا داكشي اللي احتاج كاين اخويا يصوني لينا يدير معانا، وديك الساعه المونطيو ليه بي سي جيمر مونطيو ليه بالريفيرونس اللي ونجيبو له. بغا هوايا، بواحد تقريبا على حسب جيبه، واحد مليون على ونص حسب جيبو مليون على حسب. المونطي راه كاين اي انت تلويت يام جينيراسيو كاع، الا بغا اطي عليه شويه رخيصه ما في يمنا راه غادي جينيراسيون اطي دي عليه شويه رخيصه. ديال ويت يام جينيراسيون. جينيراسيو بواحد 8000 بحال هكاك، 8000 9000 درهم راه تقدر نعم ماكسيموم، ماكسيموم يدير فيها واحد الايريكس جيبو فهمتي، واحد الايريكس ديال 570 570، 580، 590. 400 شوف هو شنو 4 كيلعب، جيجا، وراه خدام 4 جيجا ماشي مشكل فهمتي. ايه على حسب شنو بالنسبه كيدير هو، شنو كيدير. على حسب الخدمة ديالو هو فهمتي. بالنسبة لا كان بحال هكا 4 جيجا، 4 جيجا راه تكفيها صاحبي، علاش ما تكفيش؟ 4 جيجا على حسب، واش تلعب ليجو، واش يلعب، واش كده سميتو دي ديزاين فوتوشوب، فهمتي انا كاتبه لي دي. اخويا 4 جيجا راه كافية فهمتي، 4 جيجا كافية كاع حتى للديزاين كافي، الا كان شي سي بي يو مزيان راه غادي يعاونها فهمتي. اي اي لا كان شي كور اي سات بحال هكا شي 8 جينيراسيون راه مزيان اي مربوحه اي ماشي مشكل، غادا تخدم مربوحة خدامة خير. مع ديك 16 جيجا في الرام، مع شي ماكسيموم 16 جيجا، اقل حاجة 16 جيجا، دابا 16 جيجا هي المينيموم، دابا ما 16 طلع لفوق. مرحبا خويا حسان، هاني مرحبا اخويا بخير سي حلق محمد، ديالنا، فين اخويا كي داير، كي درتي مع الحجر واد، صافا عليك كلشي بخير. وقلت لك اخويا الا بغى شي واحد لي بي سي جيمر مرحبا نمونطيو ليه اي بي سي فهمتي نريقدو كيفاش. معاه، نجيبو ليه بي سي، نجيبو ليه ميتو الماتريال ديالو، نجيبو ليه داك الريزيلطا، شحال خسرنا الفلوس، باش داكشي بعيني، باش ميقولش انا كنتقلبو عليه، فهمتي، باش نحل الفاكتورة حتى وصلت الثمن ديالها، باش نتأكد مزيان، فهمتي.
زيدو عليه لا والو. ايوا راه ربحت انا كل حرام شوف عليك. كل شيء بالفاكتوره اخيو، فهمتي؟ غادي بنادم فاكتور كل شيء. توريه الفاكتوره بشحال واخد الحاجه، وديك الساعه كدير معاه بشحال غادي تمونطي ليه، فهمتي؟ وما كيعرف هو غير البيسي ديالو بالجرافيك بكل شيء. سمعتنا واحد خونا شنو كاتب ليا، شنو؟ وبغينا نحسنو اخي قول احنا وقت العشاء هذا هنا. والله يا اخويا شوف، مرحبا جي عندي جي عندي جي عندي يا اخو الله بلاتي اجي عندي اجي عندي اختي حسن دوز عندي. شوف راه النمره عندك صوني ليا وديك الساعه مرحبا الدنيا. سمعتيني يا يونس؟ او شنو سميتو النافيام جينيراسيو والديسيام جينيراسيو راه شويه طالع في الثمن، فهمتي؟ طالع في الثمن هاد الساعه دابا وصل 4000 درهم 5000 درهم الثمن ديالو وبالنسبه يعني. للار ام دي والرايزن الرايزن اللي ولات دابا حاليا، ما حنا نشوفو دابا، حنا نشوفو، حنا نشوفو دابا ام دي بحال راه الرايزن. عندك الرايزن 5000 3600 داير الرايزن 1700 درهم، الرايزن 1700 درهم الرايزن خير. شحال قلنا؟ 3500 3600 3600 3600 3600 شحال فيه من كور؟ 6 لي كور، 6 لي كور، 6 ديال لي كور، عاد 6 6 اوريجينال ديالو و 6 فيرتيال ياك، هي 12 فيه 12 12 فيرتيال وحده فيزيك 12 كور 12 الكور 12 الكور راه خدام واعر. 12 الكور يخدم لك مع المونتاج، يخدم لك بالنسبه للناس اللي كتبغي تمونطي ولا هذا، راه 16 12 الكور يخدم ليها واعر. كاين هذاك الرايزن 9 3900 اكس 424 دولار تقريبا، شي 4000 درهم 4200 درهم الرايزن سعود في 12 3900 اكس 12 لي كور، و التريد ديالك يولي 24 24 كور، في 12 فيزيك و 12 فيرتيو 24 كور شنو سميتو 3900 اكس ياك، اكس 3900 اكس قولي خارج تلتلاف دابا قولي اخر من فين 3900 اكس 3900 اكس راه كي سيبورتي 128 جيجا في الرام، فهمتي؟ كيفي بورتي 120 جيجا في الرام. كاين هذاك 128 فيه كيوصل في البوز ديالو 4.6 جيجاهرتز من 3 حتى 4 في البوستر ديالو، كيوصل في السرعة ديالو كتوصل ل 4.7 قريبة ل 5 على حسب هو شنو تيبغي. كاين ديال 3700 اي في 6 لي كور، لا في 8 في 8 لي كور، في 8 لي كور في هذا كيتباع ب 2000 2900 درهم 8 ديال لي كور 2900 درهم 2900 درهم هذا كيتباع 8 في 8 هي هي 16 في 16 كور 16 لي كور 16 على حسب على حسب الثمن ديال البروسيسور اي ام دي. وكاين هذاك الغالي هو وكاين هذاك الرايزن تريبر 3960 اكس هذا في 24 كور و 8 فيه 4 في 24 فيرتيل هذا 1370 دولار تقريبا مليون و مليون و 60 الف ريال مليون و 60 الف ريال ولكن زايد بزاف مليون و 60 الف ريال. بالنسبه للناس اخيونس اللي تيقول لك لي بي سي بيرو راه ما كيوصلوش لواحد الاثمنه، راه غير كذوب، فهمتي؟ الا وريناهم الاثمنه بشحال كيتقام، راه بنادم يقدر يتسطم ما يبقاش مستوعب داك الشيء اخيونس، فهمتي؟ تقدر تقول له بي سي جيمر تيتقام 3 المليون ولا 4 المليون، بحال اختارينا السي بي يو ديال هذا ديال 24 كور 3900 مع شي ار تي اكس
ولا 2070 2070 2080 2070 ولا شي جي تي اكس، راه تقدر توصل ليه مع شي لي رام ديال 32 جيجا، ولا دا تقدر توصل له شي 3 المليون، ولا جو جونس تقدر تطلع لي 5 مليون شو جونز على حسب لي 5 رام المليون خمس والبواطة على حسب لي رام، على المطلوب حسب البواطة، على حسب حسب كاين اللي حتى الماركة لي رام. كاين، شوف كاين اللي كارت جرافيك اللي ساويين مليون، 2080 تلقاها بمليون، فهمتي؟ ولا تقريبا بحال هكا قريبه احنا دابا المليون، نشوفوها، احنا دابا فهمتي؟ نشوفهم ده نور عندك. احنا دابا قول نشوفهم قول قول للناس 2080 بشحال كدير، حنا كاع لا طابين ال 2080 ال ار تي اكس 2080 باش بنادم يسمع، فهمتي؟ يعرف شنو كاين. اتي اكس 2080 2080 تي اي، دير تي اي 2080 تي اي، فينية فينية سمعتيني؟ فينية فينية هيا سبير سبير 2080 2080 هاي اسمع كتوصل 1280 دولار 200 10000 شوف 10000 10000 ألف درهم ألف وميتين، ألف وميتين دولار دولار 283 دولار مليون تقريبا نجي 60000 ريال تقريبا 60000 ريال شوف شوف، راه كل سيت، اسمعني، كل سيت وبشحال كيبيع لي كارت جرافيك. دابا بحال هذا السيت هذا حاط تقريبا الجرافيك ساويه ب 1619، عرفتي هي شحال؟ هي 1000 تقريبا، مليون و120 الف ريال، مليون و124 الف ريال، فهمتي؟ ولا حسب الشركة، على حسب حسب الشركة شحال الشركه. دابا كتساوي. بحال هذه الاسيس، دابا هادي اسيس جي فورس دابا ار تي اكس 1080 تي اي ستريكس، فيها 11 جيجا في الرام، سمعتيني؟ هذه هي غالي بوحديتها نديرو مليون ونص، ياك عب بوحديتها، خصك البواتي دير لها بواحد 1000 درهم، 1200 درهم، ياك احنا دابا احنا نعطيو شحال جا ندوزو هادي الار تي اكس اتكالكيلي 2080 الحساب، تقدر تلقى خمسة ونص، راه أثمنة احنا خيالية يا نشوف اخو، والله الا أثمنة خيالية. احنا نشوف احسن ما كاين سيدي اخ ليمونطاسيو نديرو 1000 واط ياك ليمونطاسيو 1000 واط اخويا حسن، اخويا وشكون اللي تيحل لك هذا المحل؟ الحانوت اخويا، راك عارف دابا نتايا واش، راه ما كاينش الحلان اخويا حسن، فهمتي؟ اجي عندي، راه عندك النمره صونيليه ونقول لك فين تجي عندي، فهمتي اخويا؟ دابا راه ممنوع اخويا يحل شي واحد، راك عارف الحجر وما كاينش الخروج والو، راه لكن محسن ندير 1000 واط ياك ندير سيدي 1000 واط كيف 1000 ندير 1000 واط لا ليمونطاسيون 1000 لا ليمونطاسيون ديال 1000، 1000 واط سيدي 236 درهم 36 دولار تقريبا 2000 درهم نقول 46000 ريال زيدو خويا الكارت مي عندو احسن ما كاينش كارت مي راه سيدي دير شي زاد شي 370 ولا مزيانات. سمعتيني يا يوم؟ جينيراسيون سعدية تقريبا 370 راه مزيانة. اريكس نديرو فينيا لي مارك كاينة أزيس أزيس 743 دولار عفيف، 743 دولار شنو هادي كارت؟ هذا كارت مير هادي أغلى كارت مير كاينة أغلى 743 دولار وادير ما تقريبا تلقاهاش تسيبورتي، ادير ما تقدرش تلقاها تسيبورتي 128، تقدر تلقاها تسيبورتي فوق 128 تسبورتي اكثر شي 256 ولا
تصور انت هلو كيف حركة شي بي تقريبا سي جيمر فيه شي 256 راه كارثة عظمى. يعني فيها في عن طريق حل كاتمي ها جديد هذا عن طريق هذا ديال تركب داك لي بي سي ديال بي سي ديال ديال عن طريق ديال ليران ديال لي سيرفور راه حاجه اخرى، ديال لي سيرفور راه كيتباعوا السيرفورات وكيتباعوا بزاف ديال الحوايج. هذوك احنا راه نشوفوا كيبقاو بي سي سيرفور احنا نشوفوا احنا نشوفوا فهمتي. اللي رام نشوفوا اللي رام سيدي بالنسبه ما للجيمر، الجيمر تيكونوا طايحين على لي سيرفور، تيكونوا طايحين على لي تيكونوا سيرفور سبيسيال تيكونوا سبيسيال ها. حمادة صافا لا خويا، شتعاود تعاود كلشي بخير، شتعاود تعاود ديال لي سيرفور اخويا راه مصيبة كحلة لي بي سي سيرفور نديرو سيدي نديرو سيدي شوف نديرو سيدي نديرو 16 جيجا ياك نديرو 16 16 جيجا ولا نديرو سيدي ماشي. نديرو 32 يلا نديرو 32 16 جيجا في الرام نديرو سيدي نديرو سيدي 32 يلا 32 عصير 32 32 159 دولار سيدي 1500 درهم 1500 كورسيرا جمع الطوطال تما يا عندك شحال شحال هيتقال شوف غادي دير شي تصويره بديك بالسكران ديال ضروري الاخر ضروري وصورها وصيفطها ضروري ليا باش نحطها مع الفيديو باش فهمتي، باش بنادم يشوف ضروري الأثمنة ديال الآخر. أنا غادي نحطوها وغادي نوريو البنادم الثمن ديال البي سي جيمر باش يعرف، لأن كاين شي وحدين تبقى تقول لهم بشحال كيتقال البي سي مكيتيقوش جيمر مكيتيقوش ما كيتيقكش اصاحبي، بطبيعة الحال ما غاديش يطيقك فهمتي، يقول لك هذا راه باغي ما نعرف يدي يقول لك ليا ولا باغي يقول لك شي خيالي ماشي ما كاينش كاع البي سي كاين بي سي كيوصل 45 مليون تتركب مش كيتركب كاين بي سي ما اكثر من تقريبا ما اكثر من 10 اكثر بثمان دار فهمتي، ثمن بي سي دار بثمان دار بثمان نديرو سفلية دار كاملة شوف مكمولة نديرو اغلى بروس اغلى بروس كيوصل دابا 849 دولار يعني اي 90 أغلى بروس شنو هذا الرايزن هذا الانتل هذا انتل، انتل هذا الدي سي ام جينيراسي ولا النافيام هذا جينيراسي هذا ناف هذا باقي ما تحط يلا يلا حاطينه قريب غادي يحطو في السيت ديالو لما عطيه النافيام الثمن ديالو هذا دي سي ام، هذا دي ناف سي ام ناف الناس جينيراسيون 10900 اكس هذا 849 دولار خي محسن لا شحال دي سي ام جينيراسي، وهذا ماشي النافيام، لا اي تساعد 10 بصح عندك صح 10 10 اصاحبي ماشي فيما تشوف لي سي بي يو 10 راه كتعرفهم دي سي ام، 9000 وهذا راه 9 زيد كمل صح شوف شوف الاي 9900 كا 9000 جينيراسيون 589 دولار 5000 درهم 5000 589 درهم قول 600 100 قول تقريبا 120 ألف ريال قل شي حاجة سيدي قل شي 117 117 118 انا دابا نضربوا الحساب الحقيقي خلو شحال التوتال و86 قلتي نتايا 586 عايش دابا ولا 3206 دولار توتال هادي حنا يلاه لي مونطاسيو لي كارت مير لي رام 3000 شحال مصر. وصلنا 3000 206 دولار 3 مليون و 40 ريال زيد
هذه فيها غير الكارتمير، فيها لاليمونطاسيون وفيها شنو فيها؟ فيها الفونتيراتور البروسيسور البروسيسور والجرافيك وفينا هي الجرافيك دبوزناها 2080 تي اي دبوزناها قوية وفينا هو السي سي دي وفينا هو ماشي وفينا هو شي ديسك دير شي دو طائرة ولا ان طائرة ضروري هو الكيس ديالو اغلى كيس تقدر يوصل سيدي 180 دولار تقريبا نقول لك شي 1700 درهم 1700 درهم زيد سيد 1700 احنا نمشيو ل 1700 درهم فلوس اف اي دي سي دي تعطي وصلت سامسونج انتيرا 70 ايفو جي ام 179 دولار تقريبا 1700 درهم 1700 درهم 1900 درهم 1700 درهم 1700 زيد 1700 زيد سيدي باقي لي دابا الديسك ديال ايه دير شي انتيرا دير شي انتيرا في انتيرا ديرو انتيرا تلقاها تقريبا بواحد 800 درهم بحال هكاك ولا 500 ولا 700 درهم اسيدي ديرو 4 طيرة 4 طيرة 100 تقريبا بيسي طوب دار ماشي غير فهمتي طوب هذا لي بري ديال دا الاخر ما يكون في البيسيات فهمتي نديرو كورسير كورسيري وعرفت كولر ماستر غير كورسير ولا ديال كولر ماستر ولا ديال راه كاين بزاف ديال الشركات ولا ديال ديك تيرمالتيك ولا ديال نديرو نجرو داك هذاك كيبرد بالماء على الفلفل العادي لا درتي اللي كيبرد بالماء راه مصيبه تبريد المائي سيدي ديرو سيدي تبريد تبريد عادي التبريد العادي في كولر ماستر 30 400 درهم 400 درهم سيدي 400 درهم احنا نجمعو الطوطال سيدي طوطال احنا ندخلو طوطال فلوس مغربية حال تعطيك الخلعة ياك اخي الهربة بزاف نيرو الطوطال بزاف على هاد الشي ياك يرو فصيله 83 39000 درهم محسن وا 30000 درهم ماشي هذا هذه بالمغربيه ولا بالاورو
دابا حول لي انت للمغرب 33000 درهم، 3 اول المليون تخيم 33000 درهم، 3 المليون و180000 ريال، عطيه شحال تقريبا 4 المليون. 4 مليون نيشان 4 المليون 4 مليون هذا اللي فيها الشحن، فيها كل شيء. عاد عاد تخلص تخلص ميتو الجماريك وداك ميتو وداك لي فري قول ابار، واحد، عطيني قول واحد، عطيه عجيب ابو واحد الخمس ثاني شان بالخدمة اللي يدين بكل شيء تقام عليك 6 مليون، كل شيء 6 مليون على بعض، وحيد حيد الخسارة ديال الديوانة وداك الشركة الشحن اللي تجيب لك تخلصها، خصك دير حساب هذاك الشيء تقريبا ماكسيموم تقريبا. شوف 10 شوف 7 شوف مليون شوف 60 ألف درهم صافي، طوب 60 ألف درهم ألف درهم ما بين الخدمة ديال اليد، ما بين شنو سميتو، ما بين البياس، ما بين باش تجيبو، باش 60 ألف درهم، 60 لا ألف في درهم فيها فيها شي بركة ديال الربح صافي، لأن حتى الكونفيغوراسيون راك إلي تشوف في المغرب كتقام توصل لـ 14، توصل تقريبا 100 ألف درهم بحال الكونفيغوراسيون، هادشي مورد كونفيغوراسيون 100 ألف درهم هي 10 المليون مغربية. وصلها، وصل الثمن ديالها. حنا كنشوفوها على حسب البنادم شحال عنده، حتى ما اللي باغي كنجيبو للبياس اللي باغي. وهذا راه ما فيش التبريد المائي ياك، تبرد ما اني هذاك هذاك بوحدو عميل يعني. محيي التبريد المائي ومحيي شي حوايج. انا نصور، نصورك في البيسي، نصور عليهم ونشوف بعيني، نصور عليهم. لوح ليا، شوف لوح ليا السكرين باش نحطو مع الفيديو، باش يشوف بنادم بشحال كيتقام بي سي جيمر، لا باش بنادم يطيق. الا قلتي لبنادم راه بشحال كتقام، بشحال كتجي على الكارت جرافيك، بشحال على الكارت جرافيك، بشحال السي بي يو، بشحال لي رام، بشحال، فهمتي؟ ديك النهار واحد السيد كان قال لي جيب ليا كارت جرافيك، ديك رشيد الايس روك، قال لي جيب لي كارت جرافيك ديك الايس روك 6 جيجا، فهمتي؟ في عرفت جي تي هذيك اكس غالية بزاف، هذيك 2060 ار تي اكس، ار تي اكس ولا جي تي اكس؟ اي الار تي اكس 2060. ار تي اكس، ار تي اكس دابا دابا فيها السوبر اللي دارو الميزاجور، هذيك واصلة 4000 درهم، هذيك كانت ذاك مرقات الوقت، 9 ولا 3 مليار. دابا تقريبا واحد 6 شهور ولا 7 شهور كانت ساوية تقريبا 130 ألف ريال، فهمتي؟ اي انا شفت لك مغربية التصويره، شفت لك 130 ألف الطوفان. ريال. منين قلت له ها البري بشحال كتقام، عرفتي؟ راه قال لك بزاف كذا، دي فهمتي؟ وهذه راه 130، راه ماشي شي حاجة، فهمتي كيفاش؟ 130 راه بحال لا جايبها ليه بواحد حب، فهمتي؟ عندك معاه شي حاجه قليله انت تما، فهمتي كيف؟ مشى فاتك شراها واتساب من مسكين. ماتيريال بوان ام ولا مشى شراها من جوميا ولا من شي سيت بحال هكايا، فهمتي؟ هذاك لقى الثمن هذاك ديالها غادي، طالع بواحد، يقدر يلقاها هذاك غادي 7500 هذوك غادي يحسنوا ليه مزيان، هذوك هذوك ما يرحموش، يقولوا واش ثمن خيالي. انا صيفط لك الصوره ام حسين، صيفط لك الصوره. صافي. دابا غنشدها وغندخلها وغادي نوري للناس الحقيقة ديال لي بي سي بشحال كيتقامو، بي سي جيمر. حنا هاد الفيديو هذا درناه للناس اللي باغيين يعرفوا بشحال كيتقام لي بي سي جيمر. سي محمد بخير اخويا، هاني شو تعاود، فهمتي؟ بشحال التوتال المونطون ديال لي بي سي جيمر كامل، وبشحال الثمن ديالو، بشحال كيتقام بالبي اس كامل، والديسيام جينيراسيو اخر ما يكون في لي بي سي جيمر. ما بالنسبه ل بهذا عاد تساعد هذاك الناس نافيا جينيراسيون، اما نافيا العشرة
دي فيلم جينيغرافي وهذاك الثمن بوحدو هذاك هذاك راهي إذا يوصل لك هذا الخيال ديال التوتال تاع اللي فيلم عطيتيه لي أنت ديالنا فيها جينيرال. هذا عندنا فيلم جينيغرافي. خويا النافيه جينيراسيون راه ترى مصيبه صاحبي. صاحبي راه هذا هاي كاليتي صاحبي، زي شوية الخدمة ديالو فهمتي، شوف كيفاش بالنسبه لهاد ديالو. السي بي يو اللي فيه في هاد النافيه جينيراسيون سمعتيني؟ ويتكا ويتكا راه ويتكا عرفتي مسيبورتي في الانتل دايرين ويتكا. احنا ندخلو لاكاليتي الويتكا الانتل غادي يعيطو. لاكاليتي ديال السي بي يو ولا لاكاليتي ديال الجرافيك راه ويتكا راه مصيبه. عرفتي هاد الشركة هادي راه كيعطوك مع البروفيسور، كيعطوك معاك الاوفيس، مايكروسوفت اوفيس فابور بروموسيون فهمتي. وراء طبيعة الحال راه غادي ادخل معاهم كل شيء فهمتي، غادي يعطيك بزاف امتيازات. وراه ملي كتاخذ من ويتكا شي شركة الويتكا انا عارف دابا لي سي ويتكا بي يو فوق النافيه ام جينيراسيون راه تخدم، وراه تقدر تلقى غير ويتيا ام جينيراسيون تخدم لك الويتكا فهمتي، عندك تقريبا من عرفتي دابا هذاك خاصو شي لايكرو ويتكا صافي. عاد فكرتيني، عاد نشوف داك هذاك المونيتور ليكرو، يا ربي ليكرو مونيتور لايكرو ديالو لايكرو ديالو ليكرو جي كيفاش شي قول شي سبعة وصافي، قول له شي ديرو سبعة تقريبا شي شوف ديرو سامسونج ولا ديرو ال جي سيدي، فين ال جي ديرو سامسونج ال جي ال جي ديرو ال جي ال جي سيدي ال جي ال جي نديرو 5 كا 5 كا سيدي. ما سيدي سمعت فيها 34 بوص 1496 دولار، مليون و80 فريخين مصري. هلا والله اخي وصل مصيبة يا أخي، والله إلا مصيبة ديال الفلوس بالله، إذا ما عندكش الفلوس ما تقدرش تشري تقدر تشري 5 كا، 5 كا صاحبي ما راه تقدرش فيها تشري، تقريبا شوف ما تقدرش تشري البي سي هدير كومبلي شوف كامل شوف ماشي غير 5K ولا ماشي فهمتي. وبالنسبة لهاد لي شوف بي سي ديال لي بي سي جيمر ما كياخذهم غير بنادم اللي فهمتي اللي عنده الفلوس، يعني اللي عنده اللي الفلوس ما كيدخل مسواق الفلوس بحال هكا تيشري تقريبا يوتيوبر كيدخل الفلوس تيخدم به المونتاج ديال اليوتيوب بحال يوتيوب كيدخل 12 مليون 13 مليون، فهمت بين الواد اللي عنده بعد مليون اللي عنده الخدمة بالمونتاج تيخدم مع شي شركة ديال المونتاج، اللي عنده خدمة ديال الفوتوشوب ديزاين فهمتي، وزيد وزيد الناس اللي كتدخل الفلوس سيدي. من الانترنت. هاي دابا شوف دابا هاي دابا داك الويتكا كاينه في ديل، دابا ديل هي مدير هاد الويتكا 3,343 دولار، 3 مليون و60 الف ريال، شكون غيشريها؟ هي راه كيشريها بحال المرفحين، بحال دابا عند يوتيوب اللي كيدخل 12 مليون في الشهر 13 مليون غادي وتلقاه يشريها. ما كيشريهاش، واليوتيوبر اللي كيدخلوا تقريبا واحد 12 مليون 13 مليون وما يشريهاش، يكون على يقين ما مش يقدروش ريال، يشريوه. مش عام عليه. دابا هذا تجي من والله برا غادي من برا غيهرسوا عليه في الديوان، هذه ما غيهرسوا عليه. ما تبارك الله احنا عادي يحاولوا مشات ليك ركع. والقضية ديال الديوانة عندنا مزيانة ياك، تيتهلاو في بنادم في السلعة اخي. شوف الديوان حسب الشركة، بحال دابا مثلا نعطيك مثلا دي اش ال تجربة، لحد تجربة مع سيئة تحل الجرافيك، عارف الجرافيك ديتا محسن عندك ألف جي تي إكس 1660 كنت شريتها وصلت للمغرب، قالوا لي
الطفل بلي خاص تعطيه واحد 750 درهم زائد الجمارك عتولي تقريبا شي 1200 درهم. انا قلت ليهم صافي اخويا رجعي من جهاز لحد الان مرجعش كاع الدواء. قول لهم اش غندير بها، اش غندير بها انا منين انا شاريها بواحد 1500 درهم. غتولي هي قول 3000 درهم، هي 3300 درهم، 1500 3000 تولي. بلادي 3000، وغادي تزيدها واحد 30، هي شحال غتولي؟ غتولي لك واحد 90. واش غادي دير انا بها انت منين غادي، منين غادي توصلك تربح انت ب 90؟ تقريبا غادي ديوانيها بكثر من النص ديالها، وهي الديوانه تقريبا عندك تقريبا ما خصهاش تفوت واحد المبلغ، فهمتي؟ غير هذاك يجيبوا لك ترانسبور من هنا 750 درهم. على ما نحن فين امريكان شو انت كاري ودي الشركه واش كاري امريكا، امريكا راه جاي كان هنايا راه في المغرب 750 درهم حشومه. عرفت في الطياره او 750 درهم هذه صغيره غاليه اسمع، بزاف. هذه هي البلاد الوحيدة اللي فيها الديوان. انا ما بغيتش تفهم لي يا اخويا، والله ما ديوان بغيتش تفهم، الديوان جوج فهمتي؟ مرات كضرب جوج مرات، واحد الديوان ديال الجمارك، الديوان ديال الشركه دي اش ال، اش هما باش خايبين هذاك الدي اش ال وفي ديكس ارامكس وفي ديكس وهذاك ال دي وارامكس ان، وهذاك الدي ان هما ديك ثلاثة الدي ان أربعة، هما حاجه في ديكس ما تقرب وارامكس ودي ارامكس اش ال، وهذاك وهذو أربعة الدي ديال الشركات. ان دي ما تقربش لهم نهائي، قربت لهم غادي ينزلوا عليك. وضروري، ديكس لأن الشحن السريع ضروري، كي لأن الشحن السريع ضروري ما كي كينزلوا عليك به، فهمتي؟ احسن انسان يمشي لا بوست عادي، الشحن ديال الشحن اللي عندي الله. بلاتي يا يونس، واحد دقيقة نعطيها. سمعتيني يا يونس؟ سمعتيني، قلت لك هذو اربعه الشركات خاصهم، خاص بنادم يتفاداهم، لان الديوانه ديالهم غاليه، واصلا ما خصوش غاليه بنادم يديواني اصلا. هاد البياس الرقيق ما خصوش يديواني، لان اوروبا كتشري ما فيها لا ديوان له، لا اوروبا ولا امريكا، فهمتي؟ دول مشكل. دابا كانت بحال دابا تخلص عام مرة الدوفو، بحال دابا تخلص الدوفو غير بزاف، وكانت مرة 750 درهم ماشي مشكل تخلصها، بس تقول الدوفو تخلص المرة بزاف كشي راه ماشي معقول. دابا احسن هادو عاد قالوا لك الامريكان غنوصلوها لك ب 750، عاد غادي يجيو عاد يقدروا لك لا فورم ديال شنو، فهمتي؟ انت الديوان الله شحال ما جات. قلت لك انت ما عارفش واش غادي تقدر زعما تخلص هذيك لا صوم، ولا ما تخلصوش، واش 700 اخرى ولا 1000 درهم اخرى، ولا فهمتي؟ اتوقع كل شيء خويا دابا المغرب واعر. ما تقدرش تعرف، لان باش تصوني لهم تهضر معاهم وتقول لهم، اشنو ما غاديش يعطيوك راس الخيط، خصهم حتى يجيو. سمعتينا اخي؟ سمعتك يا مهندس. ايوا، المهم كنتمنى بنادم فهمتي
تعداد ازعم الهرالي. شويه فهمتي، ازعم 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 شويه وشوف الحساب اللي با بحال دابا مثلا اللي ما قادش يشري سميتو بي سي جيمر يشري بي سي عادي بحال اش بي كي موديفي له واحد الكاد جرافيك اس ام دي اللي رام صافي يخدم بيه عادي. هذاك اللي ما عندوش مسكين اللي ما عندوش واحد السامكيام بالنسبه لنا سامكيام جينيراسيون ولا سيزيام جينيراسيون مزيان صافا يخدم لي مزيان. اللي عنده فهمتي. راه كيشري بي سي مخيب، بي سي جيمر بروفيسيونيل تخدم له 100%. اللي ما عندوش راه كيشري بي سي اش بي بحال مثلا اي لايت ديسك جي اه بحال دابا فيه كيدير فيه كيبدل فيه لي رام وكيبدل فيه الاس اي دي اللي يحط لي كارت جرافيك شي ار اكس 570 480 تركبها تخدم مخير فهمتي. هذا بالنسبة اللي ما عندوش، اللي عنده راه كيشري بي سي مزيان يمودي في فيه يعني وصافي في فيوس داكشي اللي كاين. بالنسبه راه غير المهم سانكيام جينيراسيو وسيزيام جينيراسيو راه كافي خدام مزيان يخدم. راه صبي عنده شوف عندك ايسا دوزيام جينيراسيون مازال خدام بين الناس مازال تيمونطو به بسميتو فوتوشوب مازال كيدير بزاف دوزيام حوايج جينيراسيو مازال باقي داير خدام، العمل تروازيام جينيراسيو دوزيام جينيراسيو راه كلهم خدامين. مازال خدامين فهمتي. بنادم خاصو هاي بحسب بحسب هو شويه بشويه، لان بنادم ما يقدش يمشي مع هاد لي بيس جديد، لان لي بيس جديد ضروري ما كيخرجش تلقاه بواحد البري خيالي فهمتي. كتلقى حد بروسيسور ساوي 10000 درهم، ما تقدرش تشري انت بروسيسور ساوي 10000 درهم فهمتي، راه شي درش حاجه هذاك بيزاره. كيشري 10000 درهم ولا عنده فلوس لا عنده شي فلوس متكي عليها تيغامر تيشري هاني فهمتي عشاق من الليل فهمتي ما تيربش كبد على البيسي خصو يبدل يخرج الجديد خصو يبدل متبع الجديد فهمتي. اللي ما مسكين ما عندوش راه هو كيشري بيسي على ضروري قد الحال بينه وبين ضروري يا اخي يونس، بنادم كيمشي على داكشي قد اللي كاين جهده فهمتي. احنا ما كنقولوش لبنادم يشري بيسيات غاليين، وما كنقولوش لبنادم يشري بيسيات رخاص، بنادم عنده على حسب جيبه ويمشي على بنادم على حسب جيبه فهمتي. حتى كذلك راك اذا كنشوف شنو انا باش كنخدم شنو كنخدم هذا بالفوتوشوب اخدم فوتوشوب راه نشري كذا 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 بحال دابا تنخدم مثلا هذاك ديسان باطيمون بحال دابا داك شي اللوغيسيال ديال سميتو ما الديزاين هذا الشيء ديزاين راه تكون في ادوبي شي حاجه راه ما عرف شنو السميه ديالو خلاص فما ادوبي هذاك كيمشي تقول لك ادوبي ما افتر عرف افكت ولا بحالك تقريبا بحال الادوبي راه تاني فيها هذاك تقول لك انا راه خاصني كذا كذا خاصني هذه في بي سي مثلا كونفيغار في كذا 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 كتمشي على حسب الفلوس ديالو كتجيب السلعه ديالو وانت كتشوف المصاريف ديك خسرتي فهمتي كدير الطوطال صافي الله يعاون داكشي اللي كاين. ايوا اخويا، كنتمنى اخويا بنادم يكون استفاد من هذا الشيء هذا فهمتي. وهذا الشيء هذا درنا هذا الفيديو هذا داكشي اللي كاين داكشي اللي باش كاين بنادم فهمتي يستوعب بعض الهضره اللي كنقولوا، وما يبقاش يقول بان هذاك تسمع مقدمة راه مشيت نشري بحال وقال لي قال لي مزيان. بواحد الثمن خيالي، ولا راه بغى ينصب عليا، ولا راه بغى يدي لي لا الفلوس. لك خيال ولا نجيبوا لي الفاكتورة الفاكتورة بكلش متأكد وشي يسول على راس مزيان يسول مزيان اللي تبيعوا لي بي سي جيمر البريفيري اللي كتباع في الحوان في الرباط كازا يتأكد مزيان عادي يقول لك دابا هاد لي بي سي جيمر دابا تعطى عليهم بنادم فهمتي، ولا بنادم فهمتي، ولا بنادم تيطلبهم بزاف وقلال في المغرب فهمتي كيفاش. اي راح حيت كانت في واحد الفتره كانوا البي سيات واحد الفتره 2009 كانوا ماتوا البيسيات، هما يتفاروا ماتوا ولا التليفون شوي شوي ولا البي سي جيمر دابا والله فاقت فهمتي والله الناس كيعلم الطلب دابا مني ولاو اليوتيوبر التليفون كيخدموا يتعاد المونتاج. شوف شوف ملي ولا بنادم كيخدم المونتاج على اليوتيوب وكيخدم المونتاج على حوايج اخرين،
ضروري ما خصو بي سي جيمر هذاك فهمتي، ضروري، هذاك ضروري. شوف لي شي ضروري. مونتاج حط بي سي جيمر باش وكاين خرج، شي باش حوايج، خرج فيديو كاليتي. كاين شي حوايج ما كيخدموش في التليفون بحال المونتاج، بحال بزاف د الحوايج. ما يقدرش في التليفون يجيب احسن من كيف التليفونات، اغلى من كيف التليفونات، ما يقدرش يخرج لك فيديو مونتين ماشي هاي اندرويد كاليتي ماشي، فيها زايده. الاندرويد ماشي سيستم خجب فهمتي، اندرويد سيستم اي خجب ويندوز خجب ماشي هو، ماشي هو اندرويد. حيت الويندوز خاص الاعمال عشان الخدمه، اما التليفون، التليفون كومونيكاسيون، واتساب، هذا يوتيوب، بنادم هادي غادي يخدم شي حوايج داكشي فيه. اللي غادي يستافد منه. بتصايب تصايب شي تكرياسي شي لوجيسكال، بتصايب شي فوتو، شي فوتوشوب، دي شي دي تصايب تمونتاج شي فيلم، شي خاصك بي سي ضروري، بي سي ما تعوش هاد التليفون. ايوا هادشي اللي كاين المهم، خير ماشي. كنتمنى اخويا هاد الميساج يوصل للناس اللي كتهتم بالبيسيات جيمر ويستافدوا مزيان من هاد الشيء. وحنا غادي نخليو لهم التوتال ديال التجميعة كاملة اللي صايبنا، ويشوفوا يحكموهم الراس. محتاجوا شي حاجة غادي نخليو النمرة ديال التليفون ديالنا في الفيديو لتحت، يقدروا يصونيو إن شاء لينا. الله احتاجوا فهمتي، يحتاجوا خيونس بنادم التركاب، ولا ركبوا ليه، ولا مونطيو ليه، ولا نعاونوه بشي حاجه، مرحبا الدنيا هنا. ولا لا، احتاجوا لي داكشي كارت ليك. جرافيك، ولا لي كارت مير، ولا لي بواتي، لا لي مرحبا مونطاسيون، مرحبا العرام، مرحبا اي حاجه احتاجوها مرحبا راه غادي نخليو النمره في تيلي ديال التليفون في الفيديو. يصوني ومرحبا هادشي اللي كاين خيونس داكشي كاين وتليفون محسن. فهمتي. غادي ان شاء الله نختموا هذه الحلقة هذه، إن شاء الله مرة أخرى حلقة ان شاء كان الله مزاكي الجديد، قادمة. كاين شي حاجة جديدة نقولوها ان شاء الله اخويا تكون شي حلقة مزيانة محسنة خيونس. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيونس. الله يعاونك. سلام.